شهد دار الثقافة الأمير عبد القادر بولاية عين دفلة حفل توزيع سكنات عدل لأول مرة بالولاية بحضور المدير العام لوكالة عدل طارق العريبي وأكد السلطات الولائية والأمنية و 2 مكتتب مستفيد من مختلف المواقع الذين أبدون فرحتهم، فيما أكد الولي أنه سيتم توزيع السكنات الباقية تدريجيا. تغطية لبلال شرفاوي. ندعو الله الشفاء للرئيس الجمهورية اللي هو صاحب هذا المشروع، صاحب عدل، وإن شاء الله كل المكتتبين راح يدوا السكن تاعهم حسب يعني ما صرح به المدير تاع وكالة عدل. قال أنه قبل 17 ديسمبر إن شاء الله كامل 1800 سكن. الحمد لله يا رب العالمين، إن شاء الله كل المكتتبين عدل يتحصلوا على سكناتهم، وان شاء الله رئيس الجمهوريه نتمنى له الشفاء العاجل، لخاطرش هو يعني اللي طور في هذه السكنات. الحاجه الاولى نحمد الله ونشكره على هذا النعمه اللي عطاها لنا، نعمه السكن، ونشكر المسؤولين اللي ساهموا وخاصه جمعيه المكتتبين. المواطنين كانوا ينتظروا منهم من يعني صبر نتاع ونفذ، ولكن الحمد لله اليوم من مجمل 7000 اكثر من 7000 سكن تطوري عدل، اللي مسلمنا 1800 سكن على المكتتبين، وهذا شيء إيجابي جدا. هذه انطلاقة أولية، على إن شاء الله في الأيام القادمة إن شاء الله راح نوزع كذلك السكن الاجتماعي، لأن أكثر من 10000 وحدة سكنية. هذا وضاف المدير العام لوكالة عدل من ولاية عين دفلة جهودا كبيرة بذلت للوصول إلى ما هو عليها إلى هذا الوضع في الإنجاز، وأن هناك 4400 وحدة سكنية هي الآن قيد الإنجاز. كانت جهود كبيرة باش نلحق لهذه النتيجة تاع 1800 وحدة سكنية. شاكر السيد الولي على المجهودات اللي وقف معنا باش لحقنا لهذه النتيجة. 4400 وحدة سكنية هي الآن قيد الإنجاز، اللي نسب الإنجاز فيها يعني متقدمة، ومبرمجين إن شاء الله قبل نهاية السنة دفعة أخرى للتسليم.